تبي مركب يضبط بشرتك ووحد لون البشرة وأيضا يعزز مناعتك، وإذا كان عندك مشاكل بالذاكرة أو بالتركيز أو بسرعة بديهة راح يضبطك. شنو هذا؟ مركب الروز فيريترول. هذا شنو؟ أنا أقول لك، شفت العنب؟ شيرة العنب تطلع مادة شنو اسمها؟ روز فيريترول. زين ليش تطلعها؟ هذه سلاح، لا سلاح طنق طنق، سلاح. زين سلاح من شنو؟ عشان الحشرات لما تي لا تاكل الغصن فتطلع الماده، فالحشره هذه تنحاش وتموت بسرعه. الماده هذه موجوده بالعنب ولكن بنسبه جدا بسيطه، موجوده بالتوتيات. فعساس كذي اللي يبي هالاشياء اخذه مكمل مستخلصين الماده هذه الروز فيريترول، تفيد لنا البشره، تعزز الكولاجين. انا بصراحه دائما اخذها وشفت نتائجها. وزين منو الضروري جدا ياخذها؟ اللي عنده التهاب بالاعصاب، عنده الذاكره، يعني لحظه الشلل الرعاشي، واللي عندهم زهايمر 100% ما يصير احد عنده شلل رعاشي زهايمر ما ياخذ الروز فيريترول، لا ولازم تداوم عليه، راح تشوف نتائج جدا جدا عظيمه. زين ليش؟ لان الروز فيريترول هي الماده الوحيده اللي تخترق جدار المخ. شفت جدار المخ ممنوع ما حد يدش له الا هالماده، تقوم تشيل الاكسده كلها يا جماعه. زائد شنو؟ فيها انزيم اسمه كيوتن. لحظه كيوتن هذا نسمعك شنو؟ حق القلب. اي احد يتكلم عن القلب وما ياخذ كيوتن، لا انت وايد وايد بعيد عن الشفاء يا جماعه. اخذوا الروز فيريترول، راح تلاحظونه بمنتجات التجميل. بنات تستخدمون كريمات وما شنو، راح تقولوا تكرون كلمه روز فيريترول، هذا اللي يقصدونه، موجود بكل خلطه مالت التجميل. من اليوم رايح اخذه، تقدر تاخذه مكمل، ما تبي مكمل اكل التوتيات، موجود فيه ولكن بنسبه قليله. واي مستحضر تجميل دور على كلمه روز فيريترول، روح اي مكان مال تجميل قولي في عندكم مركب روز فيريترول في اي منتجات، يقول لك هذا اخذيه وانت مغمضه، ترى وايد وايد قوي. اوكي يلا ناكل العنب.